احنا على العموم الان انا في انتظار قدوم القوات الطوارئ مباحث القوات الامنيه مهما كانت النتائج، يعني حتى لو وصلت الى موتي، يعني حتى لو قتل انا السجن قاتل عندي سيان. على العموم يعني حتى هذه الدنيا بشكل عام في تحت ولايه امثال محمد سلمان، يعني لا يؤسف عليه. هذا المواطن السعودي سجل هذا الفيديو قبل أن يقتل بوقت قصير، فأشعلت حادثة مقتله وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية. فما قصته؟ أنا عبد الرحيم أحمد الحويطي من أهالي الخرايبة، أرفض الترحيل، وهذا يبغى يرحلونا بالقوة. شوفوا، شوف الشرطة اللي ما يسجل وهاب بالقوة يأخذوه. اتهم المواطن السلطات السعودية بممارسة إرهاب الدولة على مواطنيها وإجبار سكان بعض القرى على إخلاء منازلهم لصالح مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد السعودي. يتمثل المشروع ببناء مدينة جديدة كليا بمساحة تقدر ب 1500 كيلومتر مربع، يحدها من الشرق مدينة العقبة الأردنية ومدينة إيلات الإسرائيلية، ومن الغرب مدينة طابة وشرم الشيخ والغردقة المصرية، يتوسطها من جهة البحر كل من جزيرتي تيران وصنافير، أما من الجنوب فتحدها المدينة المنورة ومكة المكرمة. المواطن اتهم ولي العهد السعودي بتغيير التركيبة السكانية للمنطقة وأنه لم يجعل المدينة الجديدة تخضع للقانون السعودي. نحن في اليوم هذا يعلن رسمي أن لا ينطبق عليها القوانين السعودية، يعني سيبدل الدين في هذه الأرض. يعني إيش المرحلة راح نصلها الله أعلم. كما وصف أيضا رجال الدين في السعودية بالجبن والوقوف مع الباطل، بينما وصف ولي العهد محمد بن سلمان بأكثر من ذلك. ولينا في هالزمن الأطفال، بولاية الأطفال وأفكار الصبيان. تفرجوا على افلام كرتون يجونا يقولوا شوف المشاريع وشوف اللي نسوي، ربما اهداف اخرى لم تعلن الله اعلم. بلينا بالاعوان الفاسدين، مصيبتنا العظمى في العلماء. العلماء جبناء للاسف، العلماء الجبناء. يعني بدي اوصلهم رساله اقول لهم والله بئس وعاء العلم انتم. بعد رفض عبد الرحيم الحويطي الخروج من منزله، أكد ناشطون أن قوات أمنية داهموا منزله وقتلوه بعد أن رفض تسليم نفسه. فهل تعتقد أن مشروع نيوم مجرد مشروع سياحي رائد، أم أنه خطوة أولى لصفقة كبيرة يخفي محمد بن سلمان تفاصيلها في الوطن العربي؟ ربما أهداف أخرى لم تعلن الله أعلم.